تحياتي. الحوار الوطني شهد التفافا غير مسبوق حول قضايا الوطن، نقاشاته ثرية وجادة على أرضية مشتركة للجميع. استطاع خلال 4 أسابيع منذ انطلاق جلساته العلنية مناقشة أغلب القضايا المهمة على جميع المستويات والأصعدة وسط مساحات متساوية لكل المشاركين، فالجميع يطرح أفكاره وآراءه بدون خطوط حمراء أو إقصاء لأحد. فالقاعدة ثابتة ومعروفة، وهي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. فالحوار الوطني طريقنا نحو الجمهورية الجديدة لوطن أفضل قائم على المناقشة الفعالة، يتسع للآراء والاقتراحات البناءة، فصوته تخطى حدود قاعاته ليصل صداه لكل مواطن مصري. لغته جريئة وغير معتادة، وتتنوع بينه وبين القوى السياسية المشاركة فيه، وذلك يؤدي بالقطع إلى نتائج توافقية وواقعية أيضا. فالتجربة تستحق التوقف والتأمل بها أيضا في كل يوم هنا في الحوار الوطني.